هنتكلم عن جزء الفور بيز، وكمان ازاي الابديت اللي حصل فيها، او ان هي بقت بدل ما هي او بدا بدل ما كنا بنشتغل على فور بيز بقينا نشتغل على ال7 تي، وايه الفرق ما بينهم بشكل بسيط جدا جدا جدا، والجزء الخاص بالفور بيز، وازاي هل هو لسه بنطبقه مع الاستراتيجي او النيو استراتيجي ولا لا، حصل فيه اختلاف وما بقناش ان دلوقتي نستخدم الفور بيز خالص، كل استخداماتنا دلوقتي على الميديول الجديد، وهل في فرق ما بينهم ولا لا، ولا ايه مفيش فرق. طب خلينا نقول ان ايه الفرق او ايه الكونسبت اللي حصل وخلاه كوتلر او الابديت ده يحصل. خلينا نقول ان الفكر نفسه بيقول ايه، ان الفور بيز نفسها او التعامل، خلينا نقول هنا التعامل مع الفور بيز، تمام، الفور بيز بيعتمد على 4 اتجاهات، تمام، اللي هما المنتج، تمام، والسعر، والبروموشن، تمام، والمكان، تمام. طيب ده القانون القديم، تمام، ده القانون القديم. بعد كده بقى 7 بيز، بعد كده دلوقتي احنا بنتعامل مع حاجه اسمها 7 تي. طيب التعامل مع الفور بيز بيعتمد على ايه، او كنا بنعتمد على ايه، ان احنا عندنا منتج، تمام، والمنتج ده بنحط له تسعير، والتسعير ده بناخد المنتج بالسعر بتاعه، بنعمل عليه ادز او بنشتغل على جزء البروموشن بشكل كامل، وبقينا كمان نعمل البروموشن ده في بليسمنت محدده. طيب الفكره هنا ايه، التطور ده ليه؟ التطور ان المديول ده بقى مقتصر في الوقت الحالي، ومش بيمكن، انا بكتب لك علشان تكون انت مركز، ومش بيمكن المديرين من انشاء او ان هو يعمل عروض جديده او بروموشنز جديده او اوفرز جديده، تمام، تقدر تلبي احتياجاته، وانه يتصرف او يبني استراتيجيات جديدة. يعني انا دلوقتي لما كنت بشتغل على الفور بيز بقيت كنت بشتغل على ايه، او كنا بنشتغل على ايه، احنا عندنا منتج، فالمنتج ده محتاجين ان احنا نحط له برايسنج كويس عشان نقدر نعمل له بروموشن ونحطه في مكانه. طيب الجديد ايه دلوقتي؟ الجديد الجزء بتاع العروض. انت علشان تعمل عروض الناجحة بالنسبة ليك هتحتاج لأساسيات تانية مختلفة، تمام؟ هتحتاج إن أنت تفرق بين المنتج والخدمة. دي أول نقطة، تمام؟ فإحنا هنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في منتج وبنتكلم في خدمة، تمام؟ طيب هتحتاج إن أنت تعمل إيه تاني؟ هتحتاج بسبب وجود براندز كتيرة جدا 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 جدا، هتحتاج إن أنت تشتغل على جزء البراند اللي هو جزء العلامة التجارية، تمام؟ هنقول هنا العلامة تجارية، تمام. طيب هل انا ده هيفرق؟ اه بقى يفرق مع الناس بشكل كبير جدا جدا، زي مثال ابل، وان هي دلوقتي عندها ايفون هو براند، علامة تجارية، فوانس ان في حاجة جديدة نزلت من ايفون هي اوريدي براند، علامة تجارية، فانت بتبتدي تتعامل معاها او بتتعامل معاها او بتتعامل على اساس ان دي حاجة تقيلة، مش حاجة هوينة او حاجة قليله انت ممكن تتعامل معاها. لا هو هنا بقى يفرق، فوجود العلامه التجاريه ده ما كانش موجود قبل كده انت في الفور بيز، تمام. هنا خلينا ايه نوضح الموضوع علشان ال7، هنقول هنا ال7 تي، تمام، وكمان اقول لك الايه الاختصار علشان تبقى انت، تمام، هنقول ان هي الفريم ورك الخاص بذا تكتيك، نيم 7 11،
تمام. خلينا هنا اقول لك ان ده الفور بيس. تمام، فانت بيتعامل بشكل مختلف هنا. هنا احنا بقينا نعمل ايه؟ هل وجود العلامات التجارية او وجود ان في براند بقى يخلي فيه اختلاف؟ اه، بقى يخلي فيه اختلاف بشكل كبير جدا. هو ده اللي ايه الجديد، وده بقى اللي احنا بنعتمد عليه. انت الاول كان عندنا خلاص انت بتشتغل على البرودكت، وغير البرودكت انت بتشتغل على جزء خاص بالخدمة، فبقى فيه اختلاف. الخدمات بقت غير المنتجات. انا ممكن اشتغل على جزء خاص بالمنتج، انا عندي المنتج بتاعي ايس كوفي، تمام. طيب الايس كوفي ده هو منتج، اه. طب السيرفيس هنا موجوده فيه، او هل المنتج ده فيه سيرفيس؟ اه، السيرفيس بتاعته ان هو بيوصلك فريش، فدي سيرفيس. فالسيرفيس بقت جوه المنتج، غير الاول احنا بنتكلم على المنتج بس. فالسيرفيس نفسها ما كانش ليها اتجاهات مختلفه. فهنا بقى في فرق ما بين المنتج والخدمه، لان المنتج بقى معاه خدمات مميزه زي الايس كوفي زي ما احنا قلنا دلوقتي. فده فرق. طب الفرق التاني في ايه؟ وجود تأثير للعلامات التجارية. يعني مثال، هنقول هنا مثال الايفون، تمام، وهنقول هنا مثال الاي ايه الايس كوفي عشان تكون انت فاكر. تمام، فهنا بنقول ايه؟ لا، ان في فرق، تمام، في ايه، في فرق، تمام. طيب فالاول كنا ممكن نشتغل على البرودكت وخلاص، احنا بنشتغل على البرودكت. لا، دلوقتي انت ممكن تشتغل على ان السيرفيس تكون حاجه مختلفه. انا بلعب على سيرفيس، ما بلعبش على المنتج. يعني انا ممكن اقول لك اشتري منتجات، تمام، فريش، خلاص. طب هي منتجات فريش، انا مش بلعب بقى على السيرفيس نفسه ان انا ببيع ايس كوفي ممتاز. لا، انا ببيع السيرفيس اللي اصلا عندي، اللي هي مميزه بشكل مختلف. فده التطوير بتاع المفهوم ما بين الفور بيز وما بين ال17. فاحنا عندنا بقينا نقول ان المنتجات بقت مختلفه والسيرفيس بقت مختلفه، بقى دي تتعامل معامله ودي تتعامل ايه معامله تانية، او دي بقت تتعامل بطريقه مختلفه او جزء تاني. فبقت السيرفيس كمان ليها دور مختلف، وكمان البراندز او العلامات التجاريه بقى ليها جانب مختلف تماما. طيب بعد كده ايه تاني، او عندنا ايه تاني اصلا غير الجزء ده، وعندنا ايه تاني غير الجزء البراند؟ جزء التسعير، تمام. طيب الحالات الاقتصاديه، تمام، الحاله الاقتصاديه اللي احنا عليها دلوقتي في العالم بشكل كامل بقت بتخلي جزء البرايسنج هو حافز مختلف تماما. والشركات بقت تتكلم مع العملاء بتوعها على جزء التسعير، على انه مقابل القيمة اللي بياخدها، مش مقابل الجزء الخاص بالجزء اللي انت بتاخده. لا، انت بتدفع فلوس عشان القيمه، مش بتدفع فلوس عشان السيرفيس او الخدمه. يعني لو انا بدفع فلوس في لمبه مثلا مختلفه عن لمبه تانية علشان هي جواها سيرفيس مختلف، انت ممكن بعد كده ترجع تبدلها، فانا هدفع في دي اكتر. فهنا التسعير بقى نظام مختلف، وبيعتمد بشكل كبير علشان الوضع الاقتصادي اللي بقينا فيه على العروض المختلفه والمميزه. فهنا انت بقى عندك فاريتي مختلفة، بقى عندك طرق مختلفة، بقى عندك مميزات مختلفة، بقى عندك طرق مختلفة. انا دلوقتي بتكلم عن ان المنتج ممكن اتعامل معاه بشكل مختلف تماما عن السيرفز، وبتكلم كمان على ان الخدمة هي بقت جزء من المنتج نفسه، وممكن تعمل العكس، انت بتقدم كمان سيرفز بعلامة تجارية ممثلة، فالعلامة التجارية بقى ليها قيمة بشكل كبير. معظم الناس، او في ناس كتير بتشتري ايفون عشان هو ايفون، مش عشان السيرفيس اللي جوه الموبايل ولا علشان الموبايل نفسه، تمام. هي بتشتري العلامه التجاريه، بتشتري البراند نفسه. طيب الجزء اللي بعد كده خاص بايه؟ خاص بجزء التحفيز، تمام، خاص بجزء ايه؟
التحفيز بتاع العميل، تمام؟ انا بتعامل على تحفيز العميل. جزء التحفيز بقى جزء مهم جدا 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 في شغل في شغل الماركتنج. يعني احنا دلوقتي لو احنا اتعاملنا على الفور بيز، هو مفيش حاجه اقدر انا كمدير تسويق احطها مميزه والعب بيها في الاستراتيجي بتاعتي، بعيدا عن ان في سعر كويس، على ان انا في بليسمنت كويسه، او عن ان انا بعمل بروموشن كويس او منتج كويس. لا، دلوقتي انا كنت مقيد، دلوقتي بقيت لا، انت عندك فرايتي كتير بما يتناسب مع السوق، بما يتناسب مع السوق. زي بالظبط ايه بالظبط، او زي ما بنتكلم ايه، ان انا بحفز العميل بالسيرفيس المختلف، بحفز العميل بالاوفر، بحفز العميل بالخدمه اللي انا بقدمها، بحفز العميل بالخدمات او العروض اللي انا بقدمها. زي بالظبط ان انا ممكن تحفيز العميل، مثال ايه الاقساط، مثال التقسيط. زمان ما كانش فيه كده، ما كانش التحفيز للعميل بالتقسيط، لا انت دلوقتي ممكن تحفز العميل بالتقسيط. انا ممكن ابيع منتج يكون هو مش بيع، مش بيبيع، لكن لما اقول للعميل تعالي مثلا ده مثلا موسم الجواز او عروض الجواز او كده، فانا بحفز العميل يجي يشتري، تمام؟ زي بالظبط كده ايه كمان، مثال تاني الفلاش اوفر، تمام؟ الفلاش اوفر، خلينا نكتبها انجلش اوفر. طيب الفلاش اوفرز بقت من الحاجات اللي احنا ممكن نعتمد عليها. ممكن يقول لك في عرض نازل لمده ساعه واحده، فهو ده مش معمول تحت بند الاوفرز بس، بقى معمول كمان تحت جزء التحفيز، ان انا ازاي ان انا احفز العميل، ازاي ان انا العب على الجزء بتاع العميل، وازاي ان انا اشتغل على قنوات تسويه مختلفه. طيب الجزء اللي بعد كده خاص بايه بالظبط؟ خاص بالكوميونيكيشن او التواصل مع العميل، خاص بيه. هنقول الكوميونيكيشن ممكن يبقى التواصل، تمام؟ التواصل مع العميل. ومن الجميل في الموضوع ده انه قدر يفرق ما بين التواصل، ما بين انه هو بيتعامل مع الاعلان، تمام، والمتابعه وتحفيز الشراء. طب تعالى كده ناخد مثال. طيب تعالى احنا عملنا اعلان، طب الاعلان ده، تمام، جزء، او هنقول احنا منتج بيتعامل في الجلود، اوكي، تمام، محفظه، شنطه، وهكذا. طيب انا دلوقتي ممكن اعلان، عملت ايه بالظبط؟ عملت اعلان عن شنطه، اوكي، ده جزء من الكوميونيكيشن او جزء من الكونكشنز اللي بتحصل مع العميل، تمام، جزء من الكوميونيكيشن او التواصل مع العميل. طيب البورت رقم 2 او الجزء الثاني هنا، التواصل من المودريتور او البائع. طيب هنا البائع. طيب لما انا حصل تواصل من البائع، ده الجزء الثاني من الكوميونيكيشن اللي حصل. يعني انا دلوقتي انا بعمل اعلان على فيسبوك، فانا دخلت رحت كميديا باير، رحت عملت اعلان وحطيت الفيجوالز و و ما، تمام، ده جزء من الكوميونيكيشن، خلاص عملت اعلان وسبت الاعلان شغال. طيب الجزء الثاني بقى، ان العميل لما بعت مسج جه المودريتور راح رد على العميل وقال له والله احنا عندنا الشنطه دي موجوده، لكن هبقى اشوف لك الوانها ايه. فالعميل ما عجبوش الموضوع فما اشتراش، لان هنا بقيه الكوميونيكيشن بقى بايظ. فالموضوع ما بقاش بس يعتمد على ان انا بعمل ادز او ان انا بعمل بروموشن او ان انا بعمل ادفرتايزنج كده وخلاص، لا، الموضوع بقى يندرج تحت فكره الكوميونيكيشن بشكل كامل. طريقه الكوميونيكيشن مع العميل من اول ما انت تعمل له البروموشن بتاعته لحد ما تتواصل معاه، تمام، لحد ما ايه انت تتواصل معاه. طيب الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عن المنتج والخدمه والتسعير والعروض ومثال، خلينا هنا اعلم لك عليهم علشان تبقى انت شايفهم. ادي المنتج، وادي الجزء اللي بعد كده، رقم 2 الايه الخدمه، ورقم 3 قلنا العمل التجاريه، وبعد كده قلنا جزء كمان التسعير، تمام، اللي هو فيه الاوفر، بعد كده قلنا الجزء ايه التحفيز، تمام، اوكي. طيب بعد كده كمان قلنا جزء التواصل، تمام. بعد ما نخلص الجزء ده هندي عليهم ملخص ونعيدهم من الاول عشان تكون الموضوع المعلومه وصلت بشكل. قلنا التواصل مع يعني من خلال الاعلانات، وايه
وتحفيز الشراء، وزي ايه منتج كله وهكذا. يبقى دي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ادي السته، الجزء الاخير او جزء اللي هو رقم سبعه. بدل ما بقى البليسمنت بقى قنوات التوزيع، بقى ايه قنوات التوزيع، زي مثلا فقلنا ان انت، او خلينا نقول هنا قنوات التوزيع، ما بقاش بس البليسمنت، ما بقاش ايه البليسمنت. طب ليه ما بقاش البليسمنت، او احنا هنا ليه ما بقيناش نقول عليه بليسمنت؟ لان قنوات التوزيع دلوقتي بقت مختلفه تماما عن قبل كده، او البليسمنت بقى مختلف. طيب تعالى كده نقول مثال، عندي اكسسوارات موبايل، ممكن يكون مكاني الانترنت، انا بس ببيع من خلال الانترنت، ده بليسمنت بالنسبه لي. فبدل ما بقيت انا البليسمنت لازم أنا اكون فاتح ستور وموجود وببيع من مكان، لا، انا بقى في حاجه اسمها الديستريبيوشن او قنوات التوزيع. انا ممكن افتح مكاني على الانترنت، ممكن اشتغل تمام مع موزع من دوله مختلفه، خلاص انا مش لازم كمحمود او كماركتنج مانتور ان انا افتح مكان في الاردن عشان ابيع هناك، لا، انا اوريدي ممكن من مصر ببيع هناك، ممكن من مصر ابيع للسعوديه، ممكن من مصر وهكذا. فجزء البليسمنت ما بقاش هو الاساسي، بقى الاساسي قنوات التوزيع نفسها. انا ممكن كمان خلاص انا بعت اونلاين، خلاص انا عندي اكسسوارات موبايل، ممكن مكان ان انا بعمل انترنت، ممكن كمان اشتغل على موزع من دوله مختلفه، وممكن افتح ستور خاص بيا، تمام. فخلاص هنا بقى البليسمنت مختلف، انا بس مش لازم عشان اكون موجود في مكان يبقى انا لازم اكون موجود، لا خالص على فكره، تمام. الاول احنا كنا بنقول ان احنا عندنا المنتج والتسعير والبليسمنت، تمام، بقينا نعتمد على ايه الجزء ايه الخاص ان انا عندي قنوات توزيع مختلفة، عندي ديستريبيوشنز مختلفين، تمام. طيب تعالى كده نقول سريعا سريعا الموضوع بشكل كامل، ممكن يكون عامل ازاي، او التصور عن الفور بيز، وازاي بقت ال7 تي او ال7 تكنيكس بتوعنا بقوا عاملين ازاي. بدل ما انا عندي الجزء ده، لا، انا اوريدي عندي، بدل ما انا عندي الفور بيز بقى عندي ال7 تي. طيب سريعا كده، انا دلوقتي الاول كان عندي فور بيز بتعامل بيهم علشان اقدر اعمل بروموشن كويسه، واقدر ان انا اطلع المنتج بتاعي للسوق، اوكي. طيب المديول ده او الموديل ده بقى كان مقتصر على الوقت اللي قبل كده، ومبقاش حاليا يوفي بمتطلبات مديرين التسويق او اصحاب الشركات عشان يقدروا يوصلوا بالسيرفيس او المنتج او تلبية احتياجات العميل بشكل متكامل. طيب انا عشان اطلع منتج، ما انا ممكن اطلع مش منتج، انا ممكن اطلع سيرفيس، تمام، وممكن اطلع سيرفيس من منتج. طيب البليسمنت او سوري السعر، انا دلوقتي الموضوع ما بقاش مقتصر على ان انا بطلع سعر بس، لا، بقى التسعير لازم يكون فيه جواه اوفرز، والاوفرز بقت ماليه الدنيا. طيب الاعلانات، تمام، او جزء الخاص بالبروموشن، البروموشن بقى كان مقتصر على ان انا بعمل ادز. طيب دلوقتي البليسمنت كان مقتصر على ان انا بفتح ستور وببيع من خلاله. طيب الكلام ده ما بقاش موجود، لا، حصل ابديتس، فبقى هو ال7 تكنيكس استراتيجي، او عندنا استراتيجيه جديده. طب ايه هي الاستراتيجيه الجديده؟ استراتيجيه تعتمد على الوقت اللي احنا فيه او الابديتس اللي احنا فيها. طيب بقت تعتمد عليها ازاي؟ بقت تنقسم، او الموضوع بقى ينقسم ل7 اجزاء منفصلين. طب ال7 اجزاء دول ايه؟ المنتج والخدمه والبراند او اللي هو العلامه التجاريه، والتسعير، وان انا احفز العميل، والكوميونيكيشن اللي هي التواصل او الكونكشنز مع العميل، وكمان ايه قنوات التوزيع. طيب المنتج، انا ممكن اطلع منتج هو فيه فاريتي مختلفه تماما، تمام، في فاريتي مميزات مختلفة خارج إطار المنتج. مثال ضد الكسر، أنا مش بتكلم على إن المنتج ومميزات المنتج نفسها، أنا بتكلم عن ميزة جوه المنتج هي أوريدي
خارج اطار المنتج نفسه، تمام؟ يعني ايه الفوائد، ايه الفائده اللي هتاخدها من السلعه دي او الـ المنتج ده، زي بالظبط كده ان انا اقدر اخد منتج، تمام؟ على سبيل ان انا ضد الكسر، ممكن اقول مثلا المنتج مدى الحياه، تمام؟ المنتج مدى الحياه يعني ايه؟ يعني انت مثلا خدت موبايل، اوكي؟ طيب فخلاص مميزات مختلفه، انت اخد خلاص منتج، هنقول كده مميزات مختلفه خارج اطار المنتج، اللي هو مثال موبايل ضد الكسر، تمام؟ ده كده. طيب مثال موبايل، تمام، مع اشتراك سنوي لنتفليكس، تمام؟ فاوريدي انت هنا بقى الخدمات مختلفه. طيب الخدمات هنا بقت تعتمد على ايه؟ على انها موجوده داخل المنتج، تمام؟ انا بقدم اصلا سيرفيس هي اوريدي جوه المنتج نفسه، يعني انا ممكن اقدم اصلا السيرفيس هي جوه المنتج نفسه. خلاص انا دلوقتي عندي منتجات ملموسه ومنتجات مختلفه، وعندي منتجات تانية هي غير ملموسه، تمام؟ وعندي سيرفيسز هي السيرفيس بتعكس الموضوع بشكل مختلف، زي ان انا مثلا ممكن يكون عندي برنامج او سيرفيس تانية، مثلا تعالى هنا نقول هنقول لابتوب، تمام؟ لكن ميزته في تحمل التطبيقات. انا عندي مشتري لابتوب، هو اللابتوب الخاص ب ام اس اي، علشان بيتحمل الابلكيشنز اللي انا ممكن اقدر انزلها. فهنا انا الخدمه بقت، انا ممكن اكون بدي سيرفيس نفسها، بس هي اصلا جوه الايه المنتج نفسه، او هي اوريدي حاجه جوه الايه المنتج نفسه، تمام؟ ممكن. طيب العلامه التجاريه، الناس بتشتري، تمام؟ هنقول هنا الناس بقت تشتري العلامه التجاريه اكتر من المنتج نفسه او الخدمه. انا بشتري ايفون علشان انا يبقى معايا ايفون، مش عشان الموبايل نفسه ولا عشان هو جواه خدمه ولا اي حاجه، فبقى الموضوع مختلف، تمام؟ التسعير، ان انا بقدم ايه العروض المختلفه لل مش متوقف على سعر محدد، مش انا لازما ابقى انا مسعر في حته معينه او بحاجه معينه فانا اوريدي ده التسعير بتاعي، لا، انا ممكن الموضوع بالنسبه لي يكون ايه مختلف شويه، وبدل ما انا احط انافس بالسعر، لا، انا هنافس ايه بالاوفر نفسه، انا هنافس بايه بالاوفر نفسه. طيب انا ممكن اتعامل مع ايه تاني، او عندي ايه تاني؟ انا عندي تحفيز زي ايه التقسيط او الفلاش اوفر، ده بقى فاريتي كتير جدا جدا غير الاول. التواصل مع العميل، احنا الموضوع بقى مش ان انا بعمل اعلانات وخلاص، او ان انا بعمل از وخلاص، لا، انا ممكن اتواصل مع العميل واعمل معاه فولو اب، والجزء التاني ان انا اعمل ايه فولو اب من المودريشن. لو الاعلان ناجح جدا جدا وشغال عليه مودريشن او سيلز فاشل، عمره ما هينجح. طب لو انا عامل اعلان فاشل والمودريتور او السيلز ناجح، برضو الموضوع عمره ما هينجح. قنوات التوزيع بقى دلوقتي عندي جزء مختلف، انا ممكن اتعامل على ابيع من الانترنت، او ممكن اشتغل مع موزع، او ممكن اشتغل من دولة مختلفة، او ممكن افتح ستور. الموضوع ما بقاش مقتصر على بس ان انا بشتغل على الجزء الخاص بالبليسمنت والاجزاء الخاصه بالاجزاء الخاصه بالعميل او الاعلان او المنتج، لا، الموضوع بقى متشعب بشكل مختلف. هي دي الفكره، وهو ده التغير الاستراتيجي اللي حصل في الايه الاجزاء دي كلها، او اللي حصل في الفرق ما بين الفور بيز وبين الايه الاجزاء دي كلها. طب انا لما اجي اشتغل اعمل ايه؟ هتبتدي تفتح التي 7 وتبتدي تشوف انت المنتج بتاعتك ممكن تطلع منه سيرفيس ايه، والعكس ممكن ايه المميزات اللي فيه، تشوف البراند، هل انت عامل براندنج بشكل كويس وليك اسم، فالناس بتشتري من اسمك ولا لا. طب ازاي انت لو انت هتلعب على الاستراتيجيه دي، تلعب عليها ازاي؟ ممكن تسعر ايا كان السعر وتعمل الاوفرز بتاعتك، الموضوع ما بقاش مقتصر على السعر، وشوف هتحفز العميل بتاعك ازاي، وازاي هتنسق الكوميونيكيشن ما بينك وما بين الكلاينت او ما بين العميل بتاعك، وكمان ايه طرق التوسيع او طرق التوسع اللي هتعتمد عليها، وقنوات التوزيع اللي انت المفروض هتعتمد عليها، تمام؟
ده كمان الجزء الخاص بال بي او الجزء الخاص بالايه الفور بيز، وازاي ان هي بقت السيفن تي او الفرق ما بين الاثنين، والاي الاجزاء ما بين دي وما بين دي، وازاي ان احنا نتعامل مع دي او مع الجزء ده او مع الجزء ده. تمام، طيب احنا ممكن نبتدي ان احنا نشوف لو حد عنده اي سؤال. هو المايك مفتوح السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ ازيك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. انت ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. متشكرة جدا على ان انت وريتني ان انا ماشية صح، والسيفن تكنيك ده دول حضرتك علمتهم لنا من قبل ما ينزل الكتاب ده. ف بالظبط، انا فاكر ان نتكلم عن الكلام ده كتير فعلا. ايه بقول لك احنا فعلا كنا بنتكلم عن الاجزاء دي بشكل كبير يعني. احنا انا عن نفسي يعني شغالة بالكلام ده، بس من بتعليماتك انت وبالمونيتور التيم بتاع حضرتك، يعني ما شاء الله. ربنا يحفظك. عندي سؤال بس خارج الموضوع خالص، ده ماشي، بخصوص اوكي. جوجل اد. انت عارفة كده كده احنا بنفتح الأسئلة ايوه ايه، انت عارفة. اوكي. انا عندي مشكله في التيم عندنا مع المتخصص في جوجل اد، ان هو احنا بقالنا 3 شهور هو شغال، ان هو احنا شغالين على روتر بلامبنج في امريكا، فهم عندهم سيرفيس عندهم ايه؟ هو على اطر من موزع البادجت. ف هي بس الشبكة قطعت، قولي كده تاني. شغالين على شركة روتال بلامبنج، فهم عندهم اكتر من سيرفيس، اوكي. السيرفيس المنافسة كبيرة، البادجت بتاعهم محدود، فلما هو عامل اكتر من كامبين محدد البادجت متوزع، فبالتالي احنا اوكي. مش ظاهرين بالوضع ده. فكان اقتراحي انا، هو رافضه وبيقول لا ان هو كده غلط، بس انا ما اشتغلتش جوجل اد، انا كل معلوماتي عنها معلومات مش عملية، ان انا اعمل لاند بيج جنرال، وجوه لما بيدخل العميل بيلاقي السيرفز كلها معلنة بالاوفرات بتاعتها على اساس صور، وتحت كل الصوره بتاعتها كول تو اكشن، وهو يختار الخدمه اللي هو عايزها. بس ان هو البادجت كله هيبقى موجه في مكان واحد، فبالتالي انا هظهر، لان هما بيقارنوا، كان في شركه قبلنا ماسكه فهما بيقارنوا، وغير كده الشركه بسبب الموضوع ده بدأت تدفع، يعني المدير بتاعنا بقى بيدفع من جيبه علشان ما يخسرش عميل وما يخسرش سمعة. فهل اقتراحي ده صح ولا غلط؟ بصي أنا اقول مش لك حاجة. بقول كده خالص. هو مش غلط، تمام. وهو يتعمل عليه تيست. يعني احنا في شغل الميديا باينج بشكل كامل اتعودنا او اتعلمنا ان احنا كل المقترحات ما دام ما اثبتتش فشلها فهي مش غلط وهي مش فاشله، لحد ما نعمل عليها تيست ونحسنها لحد ما نوصل ل لحد ما نوصل لاحسن بيرفورمانس او احسن جزء ممكن ان احنا نعتمد عليه. ف الاكيد في الموضوع او المهم في الموضوع ان احنا نعمل تيست. طب انت التجربه اللي انت عاملها دي ناجحه ولا مش ناجحه؟ والله مش ناجحه. طب يبقى انت اساسي لازم أن تعمل تيست على تجارب مختلفه عشان توصل للبيست او البيرفورمانس، الاحسن بيرفورمانس انت ممكن توصل ليها. تمام. ف وده واضح ان احنا هنعمل تيست، يعني انت شغال بقالك 3 شهور بالوضع ده وفي خسارة، يعني البادجت بتاعنا 1500 تقريبا دولار، فهو يعني احنا دخلنا في 3 وفي 4
ففي خسارة كده، في خسارة مفيش مكسب، وغير كده مفيش كولز أصلا رايحة له، لأن هو بعد الخسارة دي بيشتكي، بيقول إن هو مفيش أي كولز، مفيش أي أكشن بيحصل من العملاء، أنا كده بصرف على الفاضي. فده كان اقتراحي يعني، خلاص احنا نعمل تيست عليه ونشوف ايه الدنيا، لأن طيب احنا انا برضو يعني في حاجه انت قلتيها ان انتوا شغالين كولز، تمام. طيب هي كل كولز ولا كولز بتيجي ازاي؟ لان مهم جدا نفهم الحته دي. لو المفروض الكولز يبقى احنا لازم مع الكولز يكون في كامبين فور، لان الكولز مش دايما بتبقى ناجحه. احيانا بيجي عدد كولز وترافيك كولز كتير، وفي الاخر تلاقي الموبايل ما بيرنش اصلا، زي العميل انه يضغط من الديسك توب فيلاقي نفسه ما بيتحولش تليفون فخلاص، زي العميل انه يضغط يلاقي في حاجه بتحصل غلط فيروح مكنسل، زي العميل انه يضغط وما يتصلش، تمام. ايه هو عامل المشكلة دي عندي أنا في الفيسبوك، بيقول لي لا إن أنت بياناتك غلط وكل اصلا؟ دي لا بياناته لا، ثانيه أكيدة. واحده ثانيه، انتوا اصلا شغالين كولز من فيسبوك؟ لا أنا عاملة واحدة لاند بيج بتحول عنده، وعاملة كول واحدة كول، وهو بيقول لي إن البيانات كلها بتاعتك، بتاعت الفيسبوك دي، الفيسبوك مش بيدي معلومات صح، لا ده معلومات جوجل، بيشكك المدير فيا يعني، فهو بيقول لي ان جايب المشكلة عندي انا. طب بس هو لو هو يعني بلاش كولز من فيسبوك، لان الكولز من فيسبوك يعني اسوأ حاجه ممكن نشتغلها في العالم، يعني او اسوأ كامبين ممكن نشتغلها هي الكولز من فيسبوك. فمن الافضل ليد فورم. ليد فورم، اوكي والعميل هتسمع معايا افضل منها. اه طبعا. وبقى في حاجه كمان بقى مهمه، او اثبات على براءتي كميديا باير من قبل ما العميل حتى يروح له، الا وهي ان هيكون في جوه الفورم مسج لازم العميل بيملاها، تمام. يعني لما العميل يقدر ان هو يملى المسج دي، انا بالنسبه لي لا خلاص العميل ده كواليفايد. انا بالنسبه لي العميل كواليفايد زي كده مثلا، تمام. وانس ان العميل ملا مسج وكتب انا محتاج 1 2 3 4، خلاص ده كواليفايد ليد. وانا بالنسبه لي ده ليد كواليفايد خلاص، تمام. يعني ده مش احسن حاجه في الكولز. انا يعني ممكن برضو تجربي، يمكن يعني الموضوع زي ما قلت لك هو مبني على التيست. فالافضل ان انت تشتغلي هو زي انا جربت، هو في اتصالات بتروح له بتقول بيجي له انها فيسبوك، بس لما بيفتح بيلاقي فيه شوشره، مفيش صوت، بيلاقي يعني بيبقى فيه مشكله مش بتوصل له المكالمه. اصلا. بص اقول فهو لك على حاجه، العميل مش بيبقى مستعد للكولز اصلا. يعني تخيلي كده مثلا انا رفعت التليفون وبتصل عليكي، فاوريدي انا مستعد، انا مستعد اتصل عليكي، لان انا مقرر ده مش وانا في الشارع بس او في الميكروباص او في المواصلات بس كرول لقيت الاعلان بتاعكم، فاه دي حاجه كويسه انا كنت محتاجها فبروح دايس فيحولني الكول. لا انا مش مستعد ان انا اعمل كول دلوقتي، فاهم قصدي؟ فالعميل دايما بشكل كبير هو مش مستعد انه يعمل كول. يعني العميل مش مستعد انه يعمل كول. فدي بتبقى حاجة هو بلاش منها. يعني اوكي. طب بالنسبة لجوجل جوجل لا، ايه؟ ممكن جوجل. ليه بقى؟ لان العميل بيعمل سيرش، ولما يعمل جوجل سيرش يعني سبيسيفيكلي الجزء الخاص بالسيرش، لما العميل يعمل سيرش هيلاقيني. فلما يعمل سيرش ويلاقيني هيبتدي ان هو يتصل، هو اوريدي عنده استعداد ان هو ياخد اكشن، املى فورم، ابعت لحد، اتصل، اشوف بيان. يعني هو مستعد انه يعمل ده، مش هو بيسكرول بالصدفه، فاهمه؟ اه فهمك. فالافضل ليكي لا اعملي زي مثلا زي فورم زي كده، والعميل يملى بياناته، وفي المسج هنا خلي اسالي العميل بدل يور مسج دي، لا اسالي العميل على حسب السؤال اللي يقدر ان هو يبين العميل ده كواليفايد ولا لا. فور اكزامبل مثلا لو في الاساس، احنا بنعمل ايه في الاساس او في الفرنتشر؟ بنقول له والله مساحات الاوض قد ايه او مساحه الشقه. فهنا العميل هيقف لحظه يفكر، هو عارف مساحة الشقة اه والله مساحة الشقة مثلا 300 في حاجة او ايا كان بقى المساحة،
فهنا اوريدي العميل كتب اجابه هي اوريدي اجابه كواليفايد. طب لو عميل اصلا مش كواليفايد، لا هو او هو بيملى وخلاص اي حاجه، هو مش عارف فمش هيملى اصلا. لو احنا في الريال استيت هنقول له البادجت اللي معاك دلوقتي قد ايه؟ فانا ده سؤال انيوال، يعني حاجه العميل ممكن يقدر ان هو يفكر فيها ويملاها. فلا يا باشا، ده العميل كاتب ان مساحه شقته كذا كذا كذا، فهو محتاج يحط اوضه نوم واوضه سفره واوضه انتري. فهنا ده عميل كواليفايد ومالي بياناته. انما بقى هتقول لي ان العميل مش كواليفايد، لا يا باشا، العميل كواليفايد ومالي بياناته، ما تقدرش تتكلم كذا. كنا كمان اخر يعني فترات طويله كان في عندنا مشاكل في حته الكواليتي فليد، عملناها في نفس الحركه دي في سيستم، يعني كنا شغالين على سيستم والعملاء كانت بتيجي، لا ده ما فيش حد جه، لا ده مش عارف ايه الامور اللي بتحصل دي. فعملنا الفورم بقى، العميل يجي والله انا عندي شركة مستحضرات ومحتاج ان انا اعمل سي ار ام سيستم للمصنع، انا عندي. فخلاص ده عميل وبيقول لك اسم المصنع وكتب لك كمان عنده كام موظف، انت محتاج ايه تاني؟ يعني خلاص ده كواليفايد ولا مش كواليفايد؟ لا كواليفايد يا باشا خلاص. فانت يعني لازم ده يحصل. اوكي، هو كان بيحصل عنده الكلام ده بس بشكل تاني. كنت مسطبة بارامتر وكانت عندي، وكان في وكان بيروح له ترافيك عنده، كان بيظهر عنده على جوجل اناليتيك وعلى داتا ستوديو، كان بيظهر ان في العميل ده جاي من فيسبوك اللي بيدخل على اللاند بيج واللي بيتصل. فكنت بخليه ياخد باله من الرقم، بس برضه مقتنع ان هو اللي بيعمله صح. فكان اقتراحي بكده، يعني هو احنا روتر بلمبنج شركه سباكه، واحد بيدور على حاجه طوارئ، عايز حد يسعفه، عايز حد قريب منه، عايز حد يكون بروفيشنال. فالكلمات دي اللي كان اقتراحي ان انا اخدها هيحطها في الكامبين، الكلمات اللي هو مستخدمها في الاربع حملات، بحيث ان انا بيبقى عندي واحد والبادجت بيبقى متوجه كله لحمله واحده. هو بيدخل بيملى مسج زي رومسج دي، او ان انا بحطها كصور للخدمات وكل واحده فيها الكول تو اكشن بتاعها. ده كان اقتراحي، فهو مصر ان ده لا، هو زي حد بيبقى ايه عايز يطبق حاجه بس مش عايز يجرب حاجه، عايز الحاجه اللي هو 1 2 3 بيمشي على الحاجه المكتوبه، مش مثلا ان انا هعمل تيست على دي واعمل سكيل ليها، لو نجحت اوكي تمام، مع انها كانت شغاله قبل كده على حمله سمارت وكانت شغاله وبتجيب لهم عملاء كتير وهم بيقارنوا بدي. فهو مغلطني، فكنت حابه ان انا اتاكد من حضرتك ان ده صح ولا غلط. لا صح. تمام اوكي شكرا. عفوا. اوكي، حد تاني عنده سؤال؟ كان في حد بيسأل على حاجة، وقلت له بعد في الآخر مش عارف كان مين، كان أستاذ أحمد تقريبا. طيب اوكي. طيب حد تاني عنده أي سؤال، أو في حد محتاج، أو حد تاني عنده أي سؤال قبل ما نقفل؟ كان في حد، عنده سؤال. هو انا كنت بقول لك كنت عايز اسال سؤال في الاخر، ف تمام، انا دلوقتي معاك، اتفضل. اكيد طبعا. طيب بص يا محمود، دلوقتي انا انا شغال في مجال الجرافيك ديزاين من سنه 2001 لحد 2000 لحد دلوقتي، بس انا من 2015 بدات ادخل في مجال الديجيتال ماركتنج بحكم الشركه اللي كنت شغال فيها يعني. فانا دلوقتي شغال يعني بعمل على شغل على جوجل اد وعلى فيسبوك وعلى انستجرام وتيك توك وسناب شات، وبعمل زي يعني اكواد على للمواقع، وبهندل الشغل تمام.
الشغل مع الادارات المختلفه، لان انا كنت في الشركه اللي انا كنت فيها كنت ماسك يعتبر اسيست قسم ميديا، في كانت شركه ادويه، ومؤخرا بدات امسك شغل اي كوميرس كده في السعوديه مع في كذا مجال. بس بدات الاحظ ان انا يعني مفتقد حاجات في التسويق زي اللي انت بتحب تشرحها دلوقتي. يعني انت اللي هي استراتيجيات التسويق اللي بتبدا اصلا مع اختيار المنتج وهنعمل فيه ايه والطباعه من الاول والتغليف، اللي هو التسويق التقليدي اللي هو ما قبل الديجيتال اه ماركتنج. فاهم فاهم فانا كان بقالي يومين كنت شفت، يعني طلع لي دكتور احمد صبحي اللي هو محاضر في الجامعه الامريكيه ومدير معهد اللي هو المعهد السويسري للاداره، وتواصلت معاهم يعني ان هم بيعملوا دبلومه ماركتنج لمده 4 شهور. وبصراحه خدت راي حد كده يعني، فهو قال لي يعني ايه لو عايز تبدا بحاجه، لان انت اصلا يعني ما عندكش اي خلفيه في التسويق التقليدي، فممكن تبدا بالدبلومه بتاع الدكتور ايهاب مسلم. فهو سبحان الله داخل معاك دلوقتي في السيشن، فلقيتك بتتكلم على بعض حاجات التسويق التقليدي، فجاء على بالي ساعتها ان انا اسالك السؤال ده بعد ما اديتك الخلفيه دي. دراسه التسويق التقليدي بشكله وبشكل اكاديمي هتفرق معايا في الشغل وترشحها، اه ولا هقول لك المفروض أركز فين؟ هقول لك على حاجه. نسبه ال اكتريه يعني خلينا كده نقسمهم على كذا جزئيه. اكتر الشركات دلوقتي بتدور على الجزء الخاص بالبرودكتيفيتي اللي هو الانتاجيه السريعه، ان انا عايز الحق ابيع عشان الحق الم كاش عشان الحق اشتغل. فده بيجي أيوه منين؟ بيجي من ناحيه الديجيتال ماركتنج. فهتلاقي معظم الشركات ان ما كانتش كلها قسم الديجيتال ماركتنج جوه الماركتنج او جوه الديبارتمنت بتاعت الماركتنج هو مهم جدا 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 وكل الاهميه دي. تمام. طيب هل ده ينفي جزء الماركتنج؟ لا ما ينفيش خالص. طيب انا عشان اكون بقى فاهم جزء الماركتنج ده واقدر احط الاستراتيجي واعتمد على بناء الشركه والامور دي كلها، هل ده جزء مهم؟ هو ممكن يكون حاليا هو بنسبة 30% من الاكتيفيتيز اللي بتحصل. يعني مثلا الشركة على مدار السنة ممكن تكون كل شهر بتعمل ادز فيسبوك وانستجرام وجوجل اد وهكذا، وكل شهر بتعمل سوشيال ميديا كونتنت، وكل شهر بتكتب مقالات، وكل شهر بتشتغل اي سي او، لكن مش كل شهر بتطلع منتج فتشتغل عليه الجزء ده، وممكن كل شهرين ثلاثة. مش كل شهر بتعمل ايفنت، مش كل شهر بتعمل مؤتمر او معرض او هكذا، لا ممكن مرتين في السنة او حاجة. تمام. فبقى الشغل الاكتر اللي هو بيطلع برودكتيفيتي. طيب هل المفروض ان انا كمدير تسويق اكون فاهم الجزء ده؟ اه طبعا لازم اكون فاهمه بشكل كبير. طيب انا اخد الجزء ده ازاي؟ لازم باخده على شقين، جزء تنفيذي ان انا انفذ ده، والجزء الثاني هو جزء اكتيفيتي ان انا اطبق ده بايدي او ان انا اشتغل على ده بايدي. طيب ده بيجي امتى؟ الجزء الاكاديمي لازم يكون انا عندي خبره كويسه في مجال الماركتنج، سواء بقى طبقت ديجيتال طبقت ماركتنج او اي كان، بشكل عام اكون جوه قسم الماركتنج في حدود 5 6 سنين عشان اكون فهمت الكور بيزنس او الاورجنايزيشنز بتمشي ازاي او الشركات بتبقى ماشيه ازاي. طيب الجزء بقى اللي انا هاخده كاكاديمي ده هيفرق معايا لو انا فهمت فاهم الارض فيها ايه. يعني مثلا لما يجي يقول لي طريقه التسعير وان ازاي اسعر، هيديني الحسابات الاوليه لطريقه التسعير، فلازم أن يكون انا عندي في دماغي منتج معين انا مركز معاه وببتدي اطبق معاه بالورقه والقلم. ان انا دلوقتي ببيع كوبايات، فانا بيقول لي انت لازم تحسب التكلفه الاجماليه للمنتج. اه انا التكلفه الاجماليه، انا عارف ان التكلفه الاجماليه للقطعه بتكلفني 16 جنيه، فانا خلاص هنا حسبت بحسب وراه، فاهم قصدي؟ فاقدر ان انا اربط الجزء الاكاديمي على الجزء العملي، هنا ابقى انا ناجح. فيبقى عندي خلفيه عن اندستري معينه اقدر ابني عليها الكلام ده. انما هو لو اجي هو انا عندي يعني او جه اتفضل هنا عندي التكلفة الإجمالية للمنتج، طب أنا إيه المنتج اللي أنا عارف التكلفة الإجمالية بتاعته أو هطبق ده إزاي؟ لو أنا ما أعرفش، لا أنا يبقى أنا الدنيا بالنسبة لي مش هتبقى أحسن حاجة.
تمام. هو انا يعني بالفعل انا يعني قعدت 6 سنين في الشركه دي، واعتبر شغال معاهم دلوقتي، بس يعني 6 سنين في المكان، لكن انا حلو. دلوقتي شغال معاهم اونلاين. الشركه كانت شغاله في مجال الادويه وحاجات تانية يعني. فبالفعل يعني اتعاملت مع المنتجات وفاهم يعني، لان كان طبعا حته التسعير دي كانت بعيده عني شويه، لان انا زي ما بقول لك قسم الديجيتال ماركتنج، قسم الديجيتال ماركتنج يعني منفصل شويه، والاداره هي اللي متولية مساله التسعير وكده، لكن انا اوريدي على اطلاع والجمارك والتخليص حلو حلو جدا، يعني حلو الحاجات دي كلها ايه مرت عليا. حلو جدا. غير ان انا قبل اصلا ما اشتغل الشركه دي، انا كان يعني عندي مكتب دعايه واعلان، وكنت بالفعل بتعامل مع عملاء في مجالات كتير، فبنمر مع بعض بمراحل كتير، من حلو يعني حاجات زي سوبر ماركت مثلا كبير وبيبدا يعمل اقسام، حد بيعمل منتج فبنبدا تبع التعبئه والتغليف من البدايه يعني. فاوريدي الحاجات دي يعني مريت بيها باشكال مختلفه يعني. بس هو انا يعني اللي خلاني افكر في النقطه دي، ان انا مثلا معايا دلوقتي ستور في السعوديه، شغال في منتجات بخور، وعامل لها تغليف فاخر جدا، وهي سعر نقدر نعتبره متوسط، والداتا دي باخدها من الراجل اللي هناك في السعوديه يعني. هو قال لي، هو اللي ماسك الايجنسي اللي بتعامل معاه، قال لي المنتج ده انا عن نفسي ما بجيبوش في بيتي، انا بجيب حاجات اغلى من كده، فده منتج يعتبر سعره متوسط. بالفعل في رمضان عملنا كده، بس هو بقى المشكله اللي بتحصل معايا ايه؟ ان هو بيخش عليا: احمد عايزين نروج عشان عايزين نبيع. فطبعا انا قلت له كذا مره: الدخله دي لازم نعمل الاعلان النهارده عشان نبيع بكره، يعني هي الامور ما تمشيش بالطريقه دي، احنا لازم يبقى عندنا استراتيجيه طول السنه شغاله، في كونتنت زي ما انت قلت كده طول الوقت شغال، احنا مش شغالين اعلانات يعني، يبقى في اورجانيك شغال بشكل منتظم، ما احنا بنزود متابعين، المتابعين دول عايزين يشوفوا ان انت شغال وبتعمل حاجه وبتعرض البضاعه بتاعتك وبتقدم لهم فايده. فوريت له امثله للناس اللي عامله منتجات منافسه ازاي بتقدم فايده للعميل تخليهم عايزين يستمروا في متابعه الحساب ده. فقلت له: فاحنا لازم نشتغل باستراتيجيه مش اعلان ويلا نعمل اعلان عشان يبيع بكره. فاحنا بالفعل في رمضان عملنا مبيعات كويسه جدا يعني، كنا وصلنا ل 300,000 ريال مبيعات في شهر، وما عملناش النتيجه تاني بقى من ساعتها يعني. من نعم. بعدها جينا وقفنا الاعلانات شويه، وبعدين جه برضه راح فجاه طالع كده قال لي: احمد عايزين نروج يلا. فبعت لي، هو ماسك هو الشغل التصوير والتصميم هناك في السعوديه، فبدانا نشتغل. السي تي ار بقى وحش قوي، مع ان انا يعني عامل الكامبينز، وبقى عندي اصلا ناس فعل، ناس اشترت، ويعني اوريدي بقى عندي داتا ابني عليها يعني، ولكن السي تي ار قل جدا. قلت له: بص، في العاده يعني السي تي ار لما بيقل بنعتبر ان الكرييتيف فيه مشكله. فقلت له: انا يعني بوجه ان احنا نشتغل، لان الشغل اللي جاب لنا شغل كويس الفتره اللي قبلها كان الشغل اللي هو بنسميه الجي او سي، الكونتنت الجي او سي، اللي هو حد اليوزر بيتكلم عن جنريتد المنتج. كونتنت. بالظبط. فكل بقى الشغل اللي عاملينه هم شغل تصوير حلو جدا، وعاملين اعلانات بديزاين وشغل معمول كويس جدا، بس التفاعل معاه وحش جدا، وغيرنا اكتر من مره نفس النتيجه، الدنيا واقعه خالص. فبدات احس ان هو واحد زي ده، لا، انا لو انا عندي خلفيه تسويقيه كويسه انا ممكن ابدا معاه من الاول بقى. تعالى بص بقى ايه، نتكلم من البدايه بقى، احنا يعني هنبني ازاي الاورنس، وهنبدا نتكلم عن العلامه التجاريه بشكل مستمر ازاي، ونبدا نوصل للناس ان احنا مختلفين عن الناس اللي في السوق بايه. انما فكره اعلان يلا بس اعلان النهارده عشان نبيع يومين ونقعد، ده مش عاجبني، ومش حاسس ان انا هحقق معاه نتائج كويسه فيه يعني. ايوه، دي حقيقه، لان اصلا في ناس كتير جدا جدا بتبقى فاهمه ان اللعب كله في الداشبورد، في حين ان اللعب كله بيبقى او 70 80% ما كانش 90% من اللعب بيبقى بره الداشبورد. فانا دلوقتي اقدر اقول لك يعني بعد ما سمعتك ان انت عندك الارضيه الكويسه اللي تقدر تبني عليها الكلام ده، زي بالظبط كده اللي بيجي بعد ما بيتخرج بشويه يقول لك انا هروح اخد ام بي اي عشان اشتغل في شركه كبيره. لا، هو انت هتاخد ام بي اي مش تفهم حاجه، انت محتاج تدرس وتهرس السوق عشان لما يجي يتقال لك اتش ار مانجمنت، يتقال لك سكيلز مانجمنت، كرايسيس، مش عارف ايه، الامور دي كلها تبقى انت فاهم الكلام ده بيتقال ايه، وشفت الكلام ده على ارض الواقع وتهرست بيه، عشان لما تيجي تاخد بقى المعلومه تبقى انت عارف انت هتحطها فين في دماغك. هي اوريدي في مستقبلات في عقلك الحاجات دي تركب عليها. طيب بالظبط.
بما ان احنا خلاص كده كده وصلنا لتحليل او رؤيه شامله، انت بقى تنصحني في حته الدبلومه الاكاديميه بقى، ان انا يعني اتوجه مثلا لحاجه زي هو انا ما اقدرش اقول لك المعهد بتاع اسم الدكتور. محدد، يعني انا ما اقدرش اقول لك اسم محدد لان ده بيعتمد على الماتيريال نفسها اللي انت هتدرسها. انت ممكن تبعت لي وريفر بقى ايا كان المسمى مين، ابعت لي كده التوبيك تمام. نفسه، يعني حتى لو من غير اسماء الناس، ابعت لي بس التوبيك، قول لي انا يعني ده التوبيك ده وده التوبيك ده، وانا اقول لك مميزات وعيوب كل توبيك، وممكن تاخد الديسيشن بناء على ده، وكمان ممكن اقول لك انت الحاجات اللي انت محتاجها ايه تحديدا بناء على يعني الورك فانل بتاعتك بتمشي ازاي، او انت محتاج ايه تحديدا وكستمايز ليها سوا، دي ما فيهاش مشكله. حلو قوي، ابعت على الفيسبوك. اي بلاتفورم، يعني ابعت على اي بلاتفورم، ولو مش انا اللي رديت، لو حد من التيم هيفورورد، يعني هيوصلنا ببعض. طيب تمام. شكرا على وقتك محمود جدا، والله خير على المحتوى اللي بتقدمه بشكل عام يعني. ربنا يحفظك، ربنا يوفقك يا رب. الله يكفيك، الله يكفيك. أوكي تمام، حد عنده تاني سؤال قبل ما نقفل؟ أوكي تمام، يعني متشكر لكم جدا جدا جدا، متشكر جدا لوقتكم. إن شاء الله المرة الجاية يوم الجمعة برضه هنتقابل على خير، وإن شاء الله أشوفكم دايما على خير، ونتقابل دايما، وتصبحوا على خير. Thank you.